أنها ستذيع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من ميدان التحرير وخطيب الجمعة الدكتور مظهر شهيد. الطفل عمرو جمال يجي على المنصة، والده بيدور عليه. الطفل عمرو جمال عبد الصمد. يوسف القرضاوي، سيلقيها علينا الشيخ عصام التليمي. دكتور يوسف القرضاوي طلبناه لكن لمرضه لم يستطع ان ياتي، وكتب بيانا وسيلقيه احد تلامذته وهو فضيله الشيخ عصام التليمي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم بداية تحيات فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، ولولا تعبه وفترة النقاء التي يقضيها لكان بينكم الآن، ويوجه لكم هذا البيان، بيان القرضاوي إلى أبناء مصر الثورة. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى إخواني من الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد، في ظل ما تمر به حياتنا السياسية في مصرنا الحبيبة من تقلبات وتطورات، أوجه هذه الرسائل إلى أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من أبناء مصر الذين قدموا الكثير وحق لهم أن يجنوا ثمرة ما غرسوا. وأرى من الواجب علي أن أضم صوتي إليكم مطالبا بما يلي: واحد، مطالبة المجلس العسكري بتحقيق الأهداف الأساسية للثورة وفق جدول زمني واضح، وألا يحيد عنها تحت أي ضغوط خارجية إقليمية كانت أو عالمية، وأن يظل منحازا للثورة وحاميا وراعيا لها، وألا يصبح خصما لها أو لأحد أطرافها. اثنين، صرف مستحقات أسر الشهداء بصورة ثورية وكريمة تليق بالشهداء، داعيا الله أن يتقبلهم وأن يخلفهم في أهليهم وذراريهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين. كما أؤكد على ضرورة الإسراع في محاكمة المتهمين بالقتل وملاحقة المفسدين. ثلاثة، توفير علاج كامل على نفقة الدولة لكل مصابي وجرحى الثورة، ودعاؤنا إلى الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعافية في دينهم ودنياهم. أربعة، أطالب قوى الثورة كافة بأن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وألا يسمعوا للوساوس والهواجس التي تحاول أن تفرق بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خمسة، أطالب الحكومة بالنزول عند إرادة الشعب والانحياز إليه، وأن تكون معبرا عنه بطموحه وآماله لتحقيق أهداف الثورة. ستة، أطالب الشعب المصري العظيم بكل أطيافه أن يؤدي كل واحد منهم دوره المنوط به سدا للثغرة التي يقف عليها، وأن يكون عامل بناء ورقي وتقدم حضاري لمصر الحضارة والتقدم. سبعة، أطالب شباب الثورة أن يحافظوا على روح ميدان التحرير وأخلاقه التي وقف العالم كله مبهورا بها متعلما منها، وألا يسمحوا بتشويهها أو إثارة الغبش عليها. ثمانية، البعد عن التخوين او التكفير او الاقصاء لاي فصيل وطني، فالدين والوطن ليس حكرا على فصيل دون غيره. مش عارف يبدو. تسعة، استقلال الارادة المصرية عن اي ضغوط او املاءات خارجية. عشرة، أطالب كل القوى السياسية بكافة أطيافها وتوجهاتها
ان يستحضروا امامهم دوري.